ديال تدبير النفوذ في النظافه والنقل الحضري. الله يعطيكم الصحه والله فهم يا خوا. كان كتبردوا لنا الغدايد. الصيف داز زوين، المدينه نقيه، النقل هو هذاك. عندي واحد الاستفسار على الخط الرابط بين زغنغان وسلوان، واش مازال ما دار فيه والو؟ باسكو فريمون ديك الجهه فيها الدراري كيقراو، الناس كيخدموا في سلوان، ساكنين في زغنغان، دونك الطاكسيات ما كيلقاوهمش ديما، سورتو في الفتره ديال الشتاء. وشكرا. نور، السؤال ديالي يمكن جيت شويه متاخره، ما سمعتش لي رابور، ولكن السؤال ديالي للشركات في ايطاليا هو السؤال هو كما يلي: ما هي التسهيلات والمساعدات اللي كتمنحوها الطلبه؟ وعندي واحد الاقتراح بسيط. كاين اسر فيهم 3-4 ديال التلاميذ، ما فيها باس نطبقوا مثلا الاول خلص مع 100%، الثاني 50%، الثالث 30%، يعني مساعده الطلبه باش نساعدو نساهموا باش يقراو وتساعدهم الشركه. وشكرا. تخدم على واحد العمل ما كان للاسف، يعني كنا جبنا الخط ديال العروي المطار على سبيل المثال، دار لي الاشهار، يعني ماشي ما دارش لي الاشهار، ولكن ربما ما كانش بالشكل الكافي، ربما ولكن هي كانت تجربه زعما، ماشي بالضروره تكون يعني ما تعاودش التجربه. بالنسبه على العموم، كما قلنا هذيك الطاقات ديال الدفع المسبق هي مؤسسه ونسنيو منها ان شاء الله اللهم يسير. بالنسبه للسي اهلان، كنشكر على الملاحظات اللي كان. بالنسبه لمحطات الوقوف، حنا دابا راه بادين في بزاف ديال محطات الموقوف اللي كاينه في البرنامج ديالنا، وبنسر غادي تكون فيها حتى هي حصه الاسد ان شاء الله. حنا منفتحين على المدارس كما قال السي اهلان، كاينه دراسه في هذا المثل، يعني في تعزيز الدراسه في جميع الجامعات. كنشكر السي اهلان. بالنسبه للسيد البارك، بالنسبه لدوار الحرشه الى الناظور، ان شاء الله ملي تولي الطريق وهذا نديرو دراسه ميدانيه، الا كان يعني الامور كلها كت في الصالح ديال الساكنه وفي الصالح ديال الشركه، على شكل ما عندناش مشكل ندور الحرشه الى الزنغان اذا كان الخط هذا ما كان حتى اشكال. بالنسبه للشبكه بصفه عامه، الوقت اللي هضرت على الزنغان سلوان، فاحنا بصدد اعاده الهيكله ديال الاسطول، يعني بهذه المسؤوليه الشركه كما كنعرفوا الجميع، يعني ديجا يعني كاين شي حوايج من الناظور اللي كتساهم بهم الشركه اكثر من المسائل بما فيها من المكتبه، الدعم المدرسي، الجوائز، يعني حنا مشينا بعيد في الدعم ديال التلميذ والطالب كما قال الاخ، يعني حتى في التنظيم ديال الطلبه حنا كنواكبوهم، كيكون اجتماعات دوريه معهم. الحمد لله يعني المستوى ديال الطلبه هنا يعني هو صوره للاقليم كامل، ماشي يعني عندنا يعني طلبه استثنائيين وتلاميذ استثنائيين زعما. من نطفلوا شويه الجهود ونشوفوا نديروا اجتماعات شويه ماراثونيه باش نتغلبوا على ديك الخطوط الداخليه. علاش؟ كيبان ليا بحال اللي ما نجحوش، خصنا نفكروا كيفاش غادي نجحوهم. كنا فتحنا شي خط في اخر مطاف ما كيبقاش هو هذاك، يمكن كيتصدقا كاع، يمكن كاع. المهم خصنا نشوفوا الحلول الناجعه ديك الخطوط الداخليه. شكرا. انا محمد، تقرير اللجنه المكلفه بالميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه. الاجتماع كان يوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023. عقدت اللجنه المكلفه بالميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه التابعه لمؤسسه التعاون بين الجامعات الناظور الكبرى تحت رئاسه السيده دينا احكيم اجتماعا بمكتب مؤسسه التعاون، وطلبت منهم الشروع في دراسه النقاط الوارده في جدول الاعمال وهي كالتالي: اولا دراسه مشروع الميزانيه برسم السنه الماليه 2024 والتصويت عليه، ثانيا تحيين قرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 5 نوفمبر 2014، ثالثا برمجة فائض السنوات السابقة من الجزء الثاني من الميزانية، رابعا تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية التسيير لسنة 2023. بعد الاستماع إلى العرض والذي قدمه السيد منصور 60626.06 سنتيم، أي بزيادة 3,548,130.21
سنتي بالمقارنة مع السنة السابقة مفصلة على النحو التالي: زيادة مبلغ 551,314 درهم فاصلة 58 سنتيم في المداخل المتعلقة بحق الامتياز في مصلحة مراقبة تفريغ الأسباب لاتفاقية شراكة مع الجماعات التي تستفيد من خدمات المطرح. المداخل فإن الميزانية المتوقعة ارتفعت بمبلغ تحتال اليوم 548,000 درهم، وذلك رجعا لاستخلاص مؤسسة من المبالغ المتعلقة لحق الامتياز في مصلحة مراقبة تفريغ الأسباب من الشركة الخاصة بعد فسخ العقد مع شركة أبيدا من ارتفاع فاتورة خدمات التدبير المفوض سواء في مجال النظافة والمطرح العمومي المرافق، وبالإضافة إلى نية المؤسسة لإنجاز تقارير حول المطرح بالاستعانة بمكاتب دراسات من جهة والإعداد لعقد صفقة جديدة مع شركة التدبير المطرح المراقب عوض شركة أبيدا المغرب التي تم فسخ العقد بها معها.